بلشت اشتغل في فندق قصر من سنه 2000. طبعا بداياتي لحب الاكل طبعا وانا عمري 15 سنه، كنت احب الاكل، فكنت افوت على المطبخ، يعني كنت جوعان مثلا افوت على المطبخ بدي اعمل سندويشه اعمل شيء، بصير اخترع، بفتح الثلاجه بلاقي بندوره بلاقي لبنه بلاقي، فبقعد اتكتك في السندويشه، يعني الي مزاج فيها. لما بلشت هنا بسنه 2000 جيت كشيف دي بارتي، كان اول تشالنج الي اللي هو كان في مسابقه بال 2002 رشحوني لاداره الاوتيل اني اطلعها انا، فطلعتها. كان كلها شفات معروفه بالاسم وشفات كبار، ما بينهم انا صغير شاب صغير عمري 21 سنه كنت. فلما شفت الموضوع هيك قلت خلص الموضوع بلش الجد، بلشت احس براح التوتر من عندي، بلشت ارتاح واشتغل براحه، لانه الناس اللي عم تمشي تقول واو شيف صحنك حلو صحنك حلو. المهم لما اجى للمركز الثاني فالمذيعه بتقول انه البدائل الفضيه رح تروح، سكتت شوي بعدين قالت للشيف اللي العبد الدايم. انا طلعت حوالي طب انا الشيف اللي العبد الدايم. طبعا حبي للاكل الايطالي خلاني اتخصص فيه كمطبخ رئيسي بالنسبه لي، بس ولكن مع مضي الزمان الواحد لازم يكون عنده اكثر اكسبيرينس، فحبيت اني اغير كوزين ثاني اشوف شغلات جديده. السنين اللي داومتها هون في مطعم تورتوريا صار لي علاقه، او خلينا نقول علاقه سبيشال مع الزبائن، يعني لما زبون يجي يشوفني كان كثير ينبسط ويقول لي بلال ايش بدي اكل اليوم، بتحس انت داوم فاتك وكانهم عائله واحده، بتقدر تتعامل مع الكل كأخوة ومحبة من الأونرز لحتى أصغر موظف موجود في الشركة، كتير جو عائلي. طبعاً أنا بنصح الجيل الجديد إنه مهنة الطبخ كمهنة أساسية موجودة وانشهرت كتير، يعني بنصحهم يخدوها كحب، يشتغلوا من كل واحد يشتغلوا من قلبه، يشتغلها بضمير، مش عشان الراتب أو عشان الشغلات المادية، لا أبداً، لأنه كل ما اشتغلتها في حب كل ما راح تنجح. كل ما فكرت في المادة أكيد راح ترسم راح تفشل في حياتك، فاشتغل من قلبك أعطي من قلبك راح تشتغلش كتير حلو.